بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن كنانة الله في أرضه ومن الأزهر الشريف ومن جوار منبره العظيم نوجه تهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ذكرى ميلاد أطهر من مشى على الأرض وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونغتنم هذه الفرصة الإيمانية التي نهنئ فيها المسلمين في كل الأرض بأن ندعوهم إلى أن أعظم احتفال بذكرى مولده تدارس سيرته الشريفة، أن نحرص على هديه وعلى دعوته وعلى عقيدته وعلى تطبيق ما أمره الله به. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أن نطبق ما دعانا الله إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن نعلم أن الأمان من الفتن مرتبط بحفظ كتاب الله وسنة رسوله الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ونهيب بهم أن يكونوا أمة واحدة، وأن يتركوا التفرق والتشرذم والانهزامية، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن ينشروا الأمان في الأرض، وأن يصونوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال صاحب الذكرى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحققوا الأمان وحققوا الإيمان وحققوا ما دعاكم إليه صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، وبرهنوا على حبكم له. لقد برهن سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين حين جاهدوا معه والتقوا به، وحيث لم تحظوا بالجهاد معه فلا أقل من أن تصونوا سنته وشريعته وأن تطبقوا ما أمركم به. ندعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لخدمة كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن يرزقنا التوفيق، وأن يلحقنا به، وأن يحشرنا معه، وأن نكون في رفقته يوم القيامة، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.